الاخر هي دي اهم محاضره في الاندوسونوجرافي اللي هو هاو تو دو يو اس اكزامينيشن how to do EUS examination, linear EUS examination. دي اللي حيسمعها أول مرة إن شاء الله ربنا سهل تبقى فيها فايدة كويسة قوي. واللي سمعها للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة برضو إن شاء الله هيبقى فيها إن شاء الله استفادة إلى حد كبير بإذن الله إن شاء الله. How to do linear endoscopic ultrasound. طبعا كلنا عارفين بسرعة ان الاندوسكوبيك ultrasound في الراديال ماشين وفي اللينير ماشين فرقين مهمين جدا بينهم ان الراديال ماشين اللي هو الراديال endoscopic ultrasound بيبقى الفيلد اوف فيجن 360 درجة يعني بشوف 360 درجة فعشان كده سهل وجميل جدا المانيبوليشنز فيه قليلة قوي مجرد ان انا المنظار في الاستومك او في الديودينم واشغله اشوف ده 30 درجة ما عنديش مشكلة خالص. اللينير الفيلد اوف فيجن 160 بس 160 درجة بس مش 360 فاذا دي ميزة هنا ولكن في عيب خطير انه ما بيقدرش يعمل اي انترفينشن مانوفر يعني لو انا باخد اف ان اي شايفين النيدل نقطة بس اللي باينة لكن كل النيدل انا مش شايفها فين عكس اللينير لان الفيلد اوف فيجن بارلل للشافت وزي الاندوسكوب فبقدر ان انا اشوف الهول لينث اوف ذا نيدل فبقدر اشتغل بي اف ان اي اقدر اشتغل بي انترفنشن اقدر اشتغل بي راديو فريكوانسي بيلير درينج زي ما انا عايز عشان كده دايما هو ده اللي بنشتريه نادر جدا ما تلاقي حد بيشتري الريديال الا لو عنده بادجت كويسه قوي كبيره في الهند بيشتغلوه على طول الريديال كدايجنوستيك ولكن هنا في مصر بيبقى عندك اوبشن واحد انك تشتري جهاز واحد لانه غالي عشان كده بتختار اللينير ماشين اللينير بيقدر يعمل اول الدايجنوستيك بروسيجر بالاضافه للانترفنشن طبعا لكن بيقدر يعمل دايجنوستيك بس سم مانيبيوليشنز بتضطر ان انت تعمل له روتيشن يمين وشمال بحيث ان انت تغطي كل اللي حواليك وتغطي ال 360 درجه مفيش مشكله خالص لكن الفرق الوحيد او اللي هو انفيريور شويه لما تيجي تدرس الريكتال التراساوند وتشوف السفنكترز ايه الانترنال والاكسترنال ايه السفنكترز والانترسفنكتريك سبيس زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضرات يعني زي ما قلنا محاضرات الريكتال التراساوند هو دي الميزه الوحيده ولو ان برضو باللينير بنقدر ندرس السفنكترز ونشوف الفيستر تمام لما نتكلم على الباسكال اناتومي في الاي او اس معقد جدا يعني بنقدر نشوف كل حاجه وحاجات كتيره جدا نقدر نشوف الاي بي سي والتريبيوتريز بتاعته بنقدر نشوف الاورطه والبرانشز بتاعته السيليك والسوبيريو ميزنتريك والبرانشز بتاعه السيليك والسوبيريو ميزنتريك بنقدر نشوف البورتال سيركيوليشن البورتال بين والسبلينيك بين والسوبيريو ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك اللي داخل في السبلينيك بنقدر نشوف كل الباسكليتشر نقدر نشوف الجول بلادر والبيليري سيستم بنقدر نشوف البانكرياس والبانكرياس ده مشكله لانه بالعرض بشوفه الهيد وعندنا نيك وعندنا بودي وعندنا تيل فبعمل له اكزامينيشن من كل الابدومين بدايه من الديودينم والاستومك جاستريك فاندس وجاستريك بودي البانكرياس في ارياس كتير قوي في الانسينيت بروسيس والهيد والنك والبودي والتيل فالستراكشرز اللي انا عايز اقولها ان انت بتشوف استراكشرز كتيره جدا زي ما اللي احنا شفناها في البيكتشرز فالدنيا معقده جدا فلازم يبقى في رود ماب علشان نقدر نعمل اكزامينيشن لكل اللي احنا عايزينه لازم عندنا سيستم نقدر نمشي عليه السيستمز دي كتيره جدا واحسن سيستم هو اللي انت متعود عليه اختار واحد وامشي عليه هيبقى ده احسن حاجه بالنسبه لك انا بالنسبه لي اخترت سيستم ومش شرط ان انتوا تمشوا عليه اذا كان عجبكم تمشوا عليه ما عجبكوش امشوا على السيستم اللي انتوا عايزينه ده مش قاعده نمشي عليها ده اوبشن لكن في الاخر لازم يبقى في سيستم معين تمشي عليه عشان تقدر تشوف كل الاستراكشرز اللي انا اخترته اللي انا ماشي عليه اللي بحبه جدا ان انا اخش جوه الديودينم الاول اشغل المنظار لحد ما اوصل للسكند بارت اوف ذا ديودينم وانزل جاست بيلو ذا بابيلا وابتدي اعمل اكزامينيشن من تحت ليه؟ لان وانا بسحب المنظار
سهلة قوي، مش عايز الاندوسكوبيك بيكتشر. يعني كل اللي انا بعمله ان انا بوصل لحد السكند هورتنز ديدينو في الاول خالص، وبعدين بلغي المنظار، ما ببصش في المنظار خالص، اشفط الهواء كله ساكشن ساكشن ساكشن، وانا طالع ابتدي اشوف الستيشنز دي، ما بقاش محتاج ان انا اعمل انفليشن تاني واخش تاني واطلع واخش، هي مرة واحدة للسكند بارت وبعدين اشفط الهواء كله واطلع شوية بشوية. الستيشن الاولانية اللي هي جاست بيلو ذا بابيلا، شوف البابيلا قدامي، انزل تحتها سنة صغيرة، ستيشن 2 at the papilla، ستيشن 3 at the duodenal bulb. انتم ملاحظين كل ده انا بسحب المنظار وبطلع، وبعدين ستيشن 4 is just below the cardia، ويبتدي في الاخر حاجة اللي هو الميديستاين. كل ده مهم جدا انك تعمله، يعني حتى في الكانسر هيد اوف ذا بانكرياس مهم انك تشوف الميديستاين، ما تقولش انا شفت البانكرياس وخلاص، لان ممكن تلاقي ميديستاين الليمف نود، وده سكند ستيشن لينف نود في كانسر بانكرياس، ده يلغي لك الحل السيرجيكال انترفنشن، يبقى العين اتنقل من اوبرابل لان اوبرابل. فاذا الميديستاين مهم جدا حتى في حالات الجي اي مالجنسي وفي حالات البانكرياتيك مالجنسي. تعالوا بقى نهتم باللي احنا عايزين نقوله، ان احنا ناخد ستيشن ستيشن ونبتدي نشوف هنشوف فيها ايه. ستيشن 1 اللي هي جاست بلو ذا بابيلا، بشوف فيها الانسينيت بروسيس، ادي الايكو اندوسكوب، ادي البالب، ادي السكند بارت، البابيلا موجوده هنا اهي، تمام، وانا تحت البابيلا، تحت البابيلا بقدر اشوف الاريا بتاعت الانسينيت بروسيس. بشوفها ازاي؟ ان انا كل اللي انا بعمله ان انا بنزل تحت البابيلا واعمل ابورد ديفليكشن. لما اعمل ابورد ديفليكشن تلاقي المنظار بص لفوق، بعد ما كان ستريت كده بقى باصص لفوق. هشوف المنظر ده، هشوف الاورطه لونجيتيودينال، اشوفه مش ترانسفيرس مش دايره، اشوفه تيوب. يبقى الحته بتاعت البنكرياس اللي جنب الاورطه هي دي الانسينيت بروسيس. فيري سيمبل في الكلام، ولكن في المانيبيوليشن انك تنزل تحت البابيلا وتعمل upward deflection في البيج ويل. احنا عندنا طبعا كلنا بنشتغل upper وكولونوسكوبي، الويل بتاعت اليو اس هي نفسها بتاعت الابر. عندك سمول ويل اللي هو البكرة الصغيرة والبكرة الكبيرة، السمول ويل ده بعدت عنك بقيت رايت ناحيتك بقيت ليفت، البيج ويل ناحيتك بقت اب بعيد عنك بقت داون. طبعا كلكم عارفين الكلام ده زيها زي الابر. فانا كده هنا في الديب سكند بارت اوف ذا تيدنم تحت البابيلا عملت اب، لقيت اللونجيتيودنال استراكشر ده ايه؟ الاورطه. يبقى الاريا اوف ذا بانكرياس اللي جنب الاورطه هنا بقت الانسينيت بروسيس. خلاص سهله قوي. طبعا الانسينيت بروسيس مش مهمه قوي انك تقولها لي، لان لما يكون في كانسر انسينيت بروسيس المانجمنت بتاعه ويبري، ولو كانسر بانكرياس الهيد اوف ذا بانكرياس المانجمنت بتاعه ويبر برضه، ما بتفرقش في السيرجيكال انترفنشن. بس مهم الاناتوميكال سايت انك تقوله الانسينيت بروسيس لما بيكون فيها كانسر بيبقى الاوبستراكتيف جوندس ليت. يعني لو لقيت العيان عنده هيد ماس وكبيره ومع ذلك ستيل نوت جوندس، يبقى فكر في الانسينيت، لان الانسينيت بعيده عن السي بي دي، انما للاسف قريبه من الاورطه والميزنتريك فيسلز. ادي الاورطه اهو، وهما دول الميزنتريك فيسلز جنبيه، يبقى ادي الانسينيت بروسيس اوف ذا بانكرياس. يبقى سهل جدا ان انا اشوفها ايه جاست ايه بيلو ذا بابيلا اند ابورد ديفليكشن. انا عايزه انتر اكتف سيشن، يعني اي حد عايز يقول حاجه، عايز يعلق يسال نسال، عايزينها انتر اكتف. طيب هل الانسينيت بروسيس اشوفها من هنا بس؟ لا، ده انا بشوفها من فوق. طيب هل انا بطلع فوق او مسحب المنظار فوق للاستومك عشان اشوف الانسينيت بروسيس من الاستومك عشان اكمل الاكزامينيشن وبعدين ارجع تاني للسكند بارت اوف ذا دينم؟ لا، انا ما بعملش كده. زي ما بقول لكم انا في السكند بارت وبعدين بطلع شويه بشويه، لكن انا في المحاضره هعمل عكس كده. هقولها لكم ان ذا ستومك، لكن في الواقع انا ما بقعدش اطلع في الاستومك عشان اكمل الانسينيت وبعدين ارجع تاني عشان ستيشن 2 والبابيل. لا، تمام. سهل جدا انك تشوف الانسينيت بروسيس من الاستومك. ازاي؟ اقف عند الكارديا او تحتيها على طول. تحت الكارديا اللاند مارك بتاعي هو الاورطه، ادي الابدومينال اورطه. بعد ما كنت شايفه تحت في الديب سكند بارت بشوفه هنا، وهو ده اهم لاند مارك عندي، ادي الاورطه. لما بشوف الاورطه هنا الاب بتاع العيان، يعني تشيست هنا وراسه هنا، وده الابدومن وده رجلين العيان. فاذا ده اب وده داون، وده انتيريور وده بوستيريور، زيه زي السونار العادي.
اول برانش اللي هو سيليك اكسس، تاني برانش هو سوبيريو ميزنتريك ارتري، كلنا عارفين الكلام ده. البارت اوف ذا بانكرياس ان بتوين ذا اورتا اند سوبيريو ميزنتريك فيسلز وذر ارتري اور فين هو الانسينيت بروسس. يبقى سهل جدا زي ما شفتها من تحت الديب سكند بارت اشوفها من فوق. نكمل هنا، ادي الاورتا وادي الانسينيت بروسس، واضحه جدا. لكن لازم اشوف الاورتا، يعني لا يكفي ان انا اشوف السوبيريو ميزنتريك فيسلز عشان اقول دي الانسينيت، ده الارتري وده الفين، ده الارتري وده الفين، ده السوبيريو ميزنتريك فيسلز وهنا الاورتا، وبشوفه تحت السكند بارت، اسف، وبشوفه تحت الكارديا على طول. طيب نرجع بقى لتكمله المحاضره بتاعتنا. ستيشن 1 شفنا الانسينيت بروسس، ستيشن 2 ادى بابيلا، يسموها كيسنج ذا بابيلا، يعني شفت البابيلا قدامي الزق فيها وابتدي اعمل اكزامينيشن للبابيلا. كان المنظار تحت هنا شويه واب فشاف الانسينيت، سحبته سنه، دلوقتي فيسنج البابيلاري ريجن. عند البابيلاري ريجن بشوف حاجه مشهوره جدا اسمها ستاك ساين، تو تيوبس او تو شانلز اللي قريبه. ركزوا معايا بقى في الكلام ده، انا الكلام ده في منتهى الاهميه. وانا في الديودينم ترتيب الاستراكشرز بيبقى السي بي دي هي القريبه مني، والبنكرياتيك دكت هي البعيده عني، والسي بي دي تبقى اوسع شويه من البنكرياتيك دكت. السي بي دي الابر ليميت بتاعنا 8 مللي، البنكرياتيك دكت الابر ليميت في الهيد 3 مللي، بودي 2 مللي، تيل مللي. يعني مين اللي اوسع؟ السي بي دي هي اللي اوسع. لو اتعكست الامور ولقيت الضيقه هي اللي فوق والواسعه هي اللي بعيد عني، فكر في بنكرياتيك ديفيزن. يبقى اذا هنا ده ستاك ساين، طالما وسط جت الستاك ساين يبقى انا كده خلاص عرفت ان انا عند البابيلا ودي البابيلاري ريجن، وانا كده في ستيشن 2. تعالوا بقى نكمل، ادي لايف، انا كده عند البابيلا اهي، ادي الاورطة عند البابيلا، بشوف الاورطة دايرة بعد ما كنت في الديب سكند بارت وعملت اب شفت لونجيتيودينال، هنا بشوفه دايرة وببتدي اشوف ادي البابيلاري ريجن. واللي قريبة مني طالما انا في الديودينم هيبقى الكومن بايل دكت، البعيدة عني هي البنكرياتيك دكت. يبقى اذا دي الكومن بايل دكت اهي، والبنكرياتيك دكت اهو تحتية بعيدة ابعد عني، ودي الاورطة ايه واخد كلر اهو، ودي السي بي دي، ودي البنكرياتيك دكت، والريجن ده هو البابيلا، واللاير السوداء الواضحة دي هي الماسكولاريس بروبريا اوف ذا ديودينال وول. تاني يبقى دي البابيلاري ريجن ماسكولاريس بروبريا، وسي بي دي قريبه مني، وبنكرياتيك دكت بعيده. يعني سهله جدا انك تشوفها البابيلا، شوفها فين وكيسنج ذا بابيلا، وابتدي هتلاقي الامور فيري ايزي، مش من الحاجات الصعبه خالص. زي ما الانسينيت بروسس شفناها من الديودينم وشفناها من الاستومك، برضه البابيلاري اريا الغريبه جدا لحد سنين طويله فاتت كنا بنعمل لها اكزامينيشن من السكند بارت اوف ذا ديودينم بس، دلوقتي بقدر اعمل لها اكزامينيشن من الاستوما. تعالوا نشوف بقى، دي اليوجوال واي اللي كلنا بنعملها اللي هي من ستيشن 2. انا عندي هنا اهو واضح ان في لارج بابيلاري ماس، وهنا البنكرياتيك دكت ابتدت تبان، ودي لارج بابيلاري ماس، ودي كومن بايل دكت قريبه مني اهي، ودي لارج ماس هنا في الديودينم. دي سهله، تعالوا بقى نشوفها بتبان ازاي من الاستومك، ودي صعبه حقيقي من الحاجات الصعبه. وانا اخر اربع خمس سنين بقيت مركز جدا بان انا اشوف كل البنكرياس من الاستومك، لدرجه ان ساعات لما بيكون في جاستريك اوتلت اوبستراكشن ومعشان ما بعرفش اخش يا دوبك على البلب والدنيا تسدد قصادي، ممكن يكون بنكرياتيك ماس انفيدنج او بيناين بيبتيك السر ديستورتنج، فمعرفش اخش بشوف كل البنكرياس من الاستومك. انا رايي ان ده من اهم الفيديوهات اللي ممكن نشوفها، اللي هي ممكن عايزه انقلها لكم. دي صعبه، مانيبيوليشنز بتاعتها عايزه خبره، ولكن لازم نبتدي عشان نوصل. انا كده ببتدي اشوفها من الاستومك ازاي؟ عند الاورطه، وابتدي اعمل انتي كلوك وايز روتيشن لحد ما اوصل للبورتا هيباتس. انا كده عند البورتا هيباتس هنا هلاقي الليفر كده، وهلاقي هنا البورتال فين. لما الاقي هنا البورتال فين المفروض الهيباتيك ارتري يبقى فوقه، وتحتيه هنا الكومن بايل دكت. ده عيان كان عنده اوبستراكتيف جونتس والكومن بايل دكت كانت واسعه، هركب ستنت وابتدى يعمل اندوسكوبيك التراساوند. شايفين؟ ادي البورتال فين، وادي هتلاقي هنا الكومن بايل دكت جواها ستنت. شايفين؟ I can trace الكومن بايل دكت من الليفر
لحد the second part of the duodenum اللي بنشاف من الاستومك وجواه ستنت وفي نهاية السي بي دي عند الانتري في السكند بارت اوف ذا ديودينم اللي متشاف من الاستومك في ماس اللي انا كنت شفتها في الديودينم شفتها هنا. ده مثال واضح جدا لان الماس دي كانت واضحه جدا والماس دي عملت ويبل في الجراحه عندنا في القصر العيني مع الدكتور علي الشحري وطلعت حاجه نادره ما طلعتش اليوجوال بابيلاري ماس طلعت نيورو اسف جيست تيومر طالع من البابيلا. الجيست تيومر اللي طالع من البابيلا ده نادر جدا ما بنشوفوش كتير العادي ان احنا بنشوف البابيلاري ماسس. ده فيديو في منتهى الاهميه فبما ان هنا هيبتدي شوشر شويه هشوفه من بره بيبقى واضح جدا هنشوف الايه الايديوكيشنال بابيلاري ادينوما من الاستومك. هو نفس الفيديو بس ما هنشوفه احسن من بره علشان بيشوشر. ادي البانكرياس وادي البورتال فين وادي بابيلاري ماس وادي السكند بارت اوف ذا ديودينم وادي الكومن بايل داكت وجواها ستنت وادي اللي ظهر ده الابدومينال اورطة. شايفين هنا السي بي دي ماشيه كده 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 وجواها ستنت لحد ما راحت للليفر. شايف الهول لينس اوف ذا سي بي دي تمام والبانكرياس الداكت بتبقى في النص وهنا السبيرال ميزنتريك فين فوق. الكلام ده مهم جدا هنا لو لاحظته ان احنا نلاحظ ان الاستراكشرز هنا اتعكست يعني وانا في الاستومك القريب مني هو سوبيريو ميزوتيريك فين والبعيد عني هو الكومن بايل داكت وهنا جواها ستنت اهي وان بتوين هو الباكرياتيك داكت وانا في الديدنم القضيه معكوسه السوبيريو ميزوتيريك فين القريب مني هو البعيد عني والكومن بايل داكت اللي هنا بعيده في الاستومك بقت في الديدنم قريبه مني جدا والبانكرياتيك داكت ان بتوين يعني ده ميرور ايمج ابسايد داون من الاستومك والديودينم. دي معلومه هامه جدا. انا دلوقتي في الاستومك عشان كده شايف السبير ميزنتريك بين هو اللي قريب مني. حسين بيه أيوة. بس يعني جاست لا اقول بس ان انا فهمته من حضرتك ايوه لما ببقى في الاستومك ايوه بوصل لو انا بوصل السبيرو ميزنتريك بين تمام عن طريق ان انت بتشوف الاورطه الاول وانتي كلوك وايز من الاورطه تمام ميزنتريك بين كويس اللي هو بعمل جراديوال وسترول وسلايد انتي كلوك وايز هلاقي الفيو ده. انا اعتقد انا فهمت كده ويمكن الاكسبيرينس بتاعتي يعني انا بكلم من خلال الاكسبيرينس ومبسوط قوي من كلام حضرتك لان حاسس ان كلام حضرتك وصلني وانا حسيته لان انا يعني بعمله يعني انا بوصل لسبيرو ميزنتريك فين تمام بعد كده بعمل جراديوال وسترول وانتي كلوك وايز هشوف المنظر بتاع البورتال فين والكومن بايل داكت وهي رايحه للامبول تمام انا هزيد عليه بقى ان انت هات السبيرو ميزنتريك فين والموفمنت بعد كده بيبقى في كل الاتجاهات فيريفاي مانيبيوليشن انسايد بوش اند بول كلوك وايز انتي كلوك وايز يعني مفيش حركه معينه الحركه المعينه انك تتنقل من الاورطه للسوبيريو ميزنتريك فين طالما دي سهله طالما جبت السوبيريو ميزنتريك فين لو انت زقيت المنظار هتمشي مع السوبيريو ميزنتريك فين بوش لو انت عملت بولينج هتوصل من السوبيريو ميزنتريك فين الى البورتال فين الى الليفر يبقى اذا هي القضيه كلها هنا بوش بول وكلوك وايز وانتي كلوك وايز وفيريفاي موفمنت ساعتها هتاخد الاكسبيرينس ايه بتاعتها وانا متاكد ان انت بتعملها فاهم لكن بالنسبه للي قاعدين مش هتلاقي ناس كتير لان انا 20 سنه شغال اندوسونوجرافي 21 سنه ابتديت اعمل الكلام ده من اربع خمس سنين بس فاذا احنا كنا ناسيين الحته دي معرفش ما حدش قالها لنا ولما عرفناها ابتدينا نطبقها في برضك كومنت انا اسف ان انا لا ده بالعكس ده لازم تبقى انت انا برضك من الاكسبيرينس بتاعتي عاده انا ما بدخلش على الديودينم من الاول فانا بعدي على الانسنت بروسيس وانا داخل بالظبط وسبيرو ميزنتريك فين هشوف الانسنت بروسيس صح وبعد كده اعمل كونفرميشن في الديودينم زي ما حضرتك قلت تمام فانا طبيعي اوريدي هبقى عندي فكره عن الانسنت بروسيس وانا في الاستومك مش هدخل في الديودينم وهشوف الانسنت بروسيس وبعدين اقول لك هعمل له اسسمنت من الاستومك مش هعمل كده فانا بالنسبه لي الاسهل ان انا ابدا بالاستومك وبعدين بعد كده ادخل على الانترم يعني ابقى مثلا 45 سنتي بيلو الجاستروسوفيجال جنكشن او وات ايفر اقل شويه او اكتر وبعد كده بدخل على الانترم وبعد كده بدخل على الديودينم تمام ما هو ده اللي انا قلته في الاول كل واحد بالجودينم. ما هو ده اللي انا بقوله في الاول كل واحد حافظ طريقه واحسن طريقه هي الطريقه اللي انت حافظها انا بعمل غير كده بروح الديودينم الاول
واشوف الانسينيت بروسس، بس مش بطلع على الاستومك عشان اشوفها الانسينيت واقوم راجع تاني، لا اقوم ايه زي ما انا ماشي ستيشن زي ما هي، وانا شفتها لما كنت في الديود انا شفتها، وبعدين لما حان الوقت وطلعت في الستيشن 4 هكمل رؤيتها. تمام؟ فهي كل واحد بيحب الطريقه وكله صح، بس التزم اعمل طريقه والتزم بيها. تمام؟ ادي هنا اهو الكومن بايل دكت البعيد عني، وادي الماس اللي طلعت في الاخر جيستيومر، وادي السوبيريور ميزنتريك فين. هنا بقى كل ده الهيد اوف ذا بانكرياس. طالما انت عند السوبيريور ميزنتريك فين، هنا هيد، هنا هيد، كل دي الريجن دي الهيد اوف ذا بانكرياس. يبقى اذا انا بقدر اشوف البابيلا برضو من السكند بارت، زي ما بشوفها في السكند بارت اوف ذا ديودينم بقدر اشوفها برضو من الاستومك. طيب تعالوا نكمل بقى. وانا بسحب، انا كنت عند البابيلا بسحب شويه، بقينا في الابر بارت اوف ذا ديودينم. الابر بارت اوف ذا ديودينم بشوف المنظر ده، منظر جميل جدا، ولما بشوفه بيطمئن قلبي ان انا بشوف الهيد اوف ذا بانكرياس كويس قوي. بشوف على شمال الصوره انفيريور فينا كيفا اورتا، على يمين الصوره سوبيريور ميزنتريك ارتري، سوبيريور ميزنتريك فين، كله دواير، وان بتوين بارت بير من الهيد اوف ذا بانكرياس، واشوف الكومن بايل دكت قريبه مني، والبنكرياتك دكت بعيد عني ابعد، والسوبيريور ميزنتريك فين ابعد خالص. تمام؟ فاكرين في الاستومك ساعه ما قلنا في الاستومك كان السوبيريور ميزنتريك فين هو اللي قريب مني، والسي بي دي هي اللي بعيده عني، السلايد اللي فات على طول، لكن انا في الديودينام دلوقتي اتعكست الايه، السي بي دي هي اللي هتبقى قريبه مني، ممكن الاقيها في الحته دي اهي، والاقي البنكرياتك دكت في النص، والسوبيريور ميزنتريك ارتري والسوبيريور ميزنتريك فين هما اللي بعاد عني. ده فيو جميل جدا لما الاقي بنكرياتك هيد ماس، اقدر اشوف الريليشن للانفيريور فينا كيفا للاورطه، سوبيريور ميزنتريك ارتري اند سوبيريور ميزنتريك فين، وهو الاناتومي بتاعهم كده، ده فين ارتري، وكان البيج فيسلز اورطه والانفيريور فينا كيفا على شمال الصوره، ودول تحت الصوره، وان بتوين الهيد باين كويس قوي، وابتدت الكومن بايل دكت هنا تبان كويس قوي، القريبه من اليومن، اللي بعيد عنه هو الميزنتريك فيسلز، وبينهم هي البنكرياتيك دكت. فده سبيريور ميزنتريك ارتري، سبيريور ميزنتريك فين، كومن بايل دكت، بنكرياتيك دكت الصغيره دي، هنا الاورطه الانفيريور فينا كيفا، وهنا الاورطه مطلع لي السبيريور ميزنتريك ارتري اللي انتم شايفينه ده. فاذا الفيو ده اعتقد ان كلنا اللي بنجيبه، وهو ده اسهل فيو في الاندوسكوبيك التراساوند في الابر بارت اوف ذا سكند بارت اوف ذا ديودينم. نيجي بقى للستيشن 3، ودي مهمه جدا، اللي هي الديودينا البلب. انا عمال اسحب في المنظار في الديودينا البلب، المنظار في الديودينا البلب، بشوف نفس استكمال للمنظر اللي انا كنت شايفه في السلايد اللي فات. بلاقي بعد ما كنت في السلايد اللي فات شايف السوبيريو ميزنتريك في السكند بارت اوف ذا ديودينم، اللي بشوفه في البلب هو الكونفرنس بتاع البورتال فين مع السوبيريو ميزنتريك فين مع السبلينيك فين. يبقى في نقطه مهمه جدا، وانا في الديب سكند بارت اوف ذا ديودينم بشوف السوبيريور ميزنتريك فين، طلعت في البارت اوف ذا ديودينم ابتدي اشوف البورتال فين كونفرنس، يبقى كونفرنس عند الديودينال بارت. لكن في الديب سكند بارت كل ده كان الميزنتريك سوبيريور ميزنتريك فيسلز. طبعا الريليشن دي مهمه في الجراحه، لان انت بتبعت للستيجنج، فلازم تقول له علاقتها ايه بالفيسلز، سواء سبيريور ميزنتريك او الايه البورتال. انا كده في الديودينا البلب. تمام؟ في الديودينا البلب الاكزامينشن سهل وجميل قوي. ليه؟ لان الديودينا البلب سبيس محدود، المنظار مترستق فيه كويس قوي، وانا في الديودينا البلب من الموست انتي كلوك وايز للكلوك وايز، يعني انا ببتدي انتي كلوك وايز، وانا انتي كلوك وايز بشوف الميزنتريك ارتري. انتي كلوك وايز كمان اشوف الجول بلادر، يعني موست انتي كلوك وايز اشوف الجول بلادر، وبعدين السوبيريو ميزنتريك ارتري، وبعدين جراديولي اعمل كلوك وايز كلوك وايز كلوك وايز، وانا بعمل كلوك وايز ابتدي اشوف البنكرياتيك دكت والكومن بايل دكت، وبعدين كمان كلوك وايز كلوك وايز ابتدي اشوف الاورطه والانفيريور فينا كيفا. نعيدهم تاني، الموست انتي كلوك وايز الجول بلادر، ثم السوبيريو ميزنتريك ارتري، كل ده انا بعمل كلوك وايز، ثم السوبيريور ميزنتريك فين مع البورتال فين مع الكونفرنس اللي بنشوفه في
البلب ثم معاهم الكومن بايل داكت والبنكرياتيك وبعدين الموست كلوك وايز هو الاورطه والانفيريور فينا كيفا. تعالوا نشوفوا بقى المنظر، ادي الكومن بايل داكت وادي البنكرياتيك داكت. عملت كلوك وايز تاني قابلني الكونفرنس. الكونفرنس بيبان في الاستومك كويس قوي ويبان في البالبوزا ديودينم. يبقى الارتريك الفين، اسف الفين الكبير ده البورتال فين، والسبلينيك فين جاله من هنا وده السوبيريو ميزنتريك فين. اي ان السوبيريو ميزنتريك فين اتقابل مع السبلينيك فين عشان يعملوا البورتال فين. يبقى لو في ماس هنا يبقى لازم اوصفها بدقه. لو لقيتها هنا اقول لا انها ريليتد للبورتال فين، لو لقيتها هنا يبقى ريليتد للسوبيريو ميزنتريك فين، لو واخده كونتاكت مع الحته دي يبقى كونتاكت مع الكونفرنس. بورتال مع السوبيريو ميزنتريك لان دول المهمين، السبلينيك مش مهم خالص، مش محطوط في الستيجنج لان لو حتى السبلينيك انفولفد بشيل السبلين بالسبلينيك فين بتاعه بقى العين اوبرابل لا تؤثر على الاوبرابيلتي. وفي محاضره اللي هي ستيجنج قلناها قبل كده في الموديولز اللي فاتت بتقول لنا ان السبلينيك فين ملوش اي لازمه في الستيجنج لان بشيل السبلين، لكن يهمني جدا البورتال فين ويهمني جدا السوبيريو ميزنتريك فين ويهمني جدا ان انا اشوف اللاين اوف كونتاكت بين الاثنين. ليه؟ لان لو انتوا سمعتوا المحاضره بتاعت الستيجنج الفينس بيعتمد على اللينس اوف كونتاكت، طول الكونتاكت بين المالجنسي وما بين الفين، لكن بالنسبه للارتري بيعتمد على السيركمفرنس. هل هو نص السيركمفرنس او اقل نقول عليه اباتنج، لو اكتر من نص السيركمفرنس نقول عليه انكيسنج. فاذا بالنسبه للارتري العلاقه المهمه هي السيركمفرنس، بالنسبه للفين العلاقه المهمه هي اللينس اوف كونتاكت. دي مهمه ليه؟ لانه احيانا بيبتدي لو اللينس اوف كونتاكت مضايقه ممكن يقطع الفين هنا وهنا ويقربهم لو المسافه مش كبيره او يحط فينس جرافت. الجراحين بيقولوا سنتي ونص بس في الجايد لاينز مش مذكوره رقم. انا سالت الجراحين كتير قالوا لي على حسب السيركمستانسز. يعني لو انت عندك فين بس طالع منه مثلا الفينس ترانكس اوف هنلي او داخل فيه الانفيريور ميزنتريك في الحته اللي انفولفد هتبقى مشكله. انما لو الحته دي ما فيش فيها ميجور تريبيوتاريز يبقى ممكن 2 سم يبقى سيوتابل انك تعمل سيرجري للطول معتز، لكن ممكن سم يبقى انسيوتابل. ليه؟ لان السم دي داخل فيه ميجور تريبيوتاري. فعشان كده الجايد لاينز ما قالتش ارقام، ولكن الجراحين بيقولوا سنتي ونص هو اللي نقدر لو مناسب ان احنا نقطعه ونقربه مع بعض اللي هو سنتي ونص. انا سالت جراحين كتير جدا لان انا السؤال ده كان شاغلني. تمام؟ نكمل بقى. يبقى ادي الفينس كونفرنس، ادي البورتال فين، وادي السوبيريور ميزنتريك فين، وادي السبلينيك فين، وادي الهيد اوف ذا بانكرياس. تمام؟ ناخد بقى استيشن ده الديودين البلب ده فرايتس صح؟ ادي الكونفرنس اللي لسه كنا متكلمين عليه. يبقى ده الايه؟ بورتال. وهنا كان الاسبرينيك وده السوبيريور ميزنتريك ودي كومان بايل دكت كنا شايفينها صغيره في الفيديو اللي فات، هنا شفناها كبيره. ليه؟ لان هي دايليتد وجواها ستون. ادي ستون كومان بايل دكت ده فرايتي من اللي ممكن نشوفها في البالب اوف ذا ديودينم. ستون واضحه اهي في السي بي دي ما كانتش متشافه وكان العين مبعوض على ان هو مالجنت ليجن لكن طلع في الاخر كده. تمام؟ الجول بلادر زي ما بقول لكم ممكن نشوفها في النيك اوف ذا جول بلادر بتشوفها من البلب موست انتي كلوك وايز زي ما قلت لكم، لكن ممكن بالانترم نشوف الفانتس. يعني الفانتس اوف ذا جول بلادر ممكن نشوفه في الانترم والنيك ممكن نشوفها في البلب. ودلوقتي الناس بتعمل كوليسيستو يعني جول بلادر كوليسيستو جاستروستوم او كوليسيستو ديودونوستوم، يعني بيحط ستنت ما بين الجول بلادر في الاكيوت كوليسيستايتس. واحد يقول لي ما انا احطها من بره بيكتيل بيركيتينيوس، هم يقول لك العيان مش عاجبه انه ماشي طالع خرطوم، اليابانيين ماشي طالع خرطوم نفسيا متضايق فيحط له ستنت ب 20,000 جنيه بين الجول بلادر والاستومك عشان نفسيا ما يبقاش متضايق. عقبالنا ان شاء الله. تمام؟ نيجي بقى ستيشن 4 ودي اهم حاجه. يعني اللي فات ده كان نص المحاضره واللي جايه دي نص المحاضره الثانيه اللي هي ستيشن 4 جاست بيلو ذا كارديا. تمام؟ جاست بيلو ذا كارديا اول حاجه لازم اجيب اللاند مارك بتاعي. كل ستيشن زي ما عرفنا وليها لاند ماركس كتيره. اللاند مارك بتاع ستيشن 4 هي الاورطه، ادي الابدومينال اورطه. وهنا الاقي الليفت كراس اوف ذا دايفرام، يبقى انا عند الكارديا او تحت الكارديا مباشره. ازق المنظار شويه هلاقي الليفت كراس خلصت وابتدى اول برانش من الابدومينال اورطه هو السيليك اكسس.
والبرانش اللي بعديه هو سوبيريور ميزنتريك ارتري. بقى انا كده زقيت بوشنج المنظار شويه جوه العيان، عملت كلوك وايز، ساعتها هبتدي اتحرك في ناحيتين مهمين جدا، كلوك وايز وانتي كلوك وايز. كلوك وايز اسهل، كلوك وايز ببتدي اشوف السوبرارينال الاول مع السبلينيك فيسلز، واعمل كلوك وايز تاني مور كلوك وايز اشوف الليفت كيدني، وبعدين مور كلوك وايز تاني اشوف السبلين. تمام، ده الكلوك وايز سهل، انما الانتي كلوك وايز هو اللي ايه اللي مشكله شويه. دي هنضطر ان احنا نطلع بره لان الفيديو ده في منتهى الاهميه. هنقول ايه فين بيست ايديوكيشن هنا ستيشن 4 بيست. طيب تعالوا بقى نشوف على الايه الواقع الحال احنا بنشوف ايه. يبقى اول حاجه انا كل ده بدور على الاورطه، كل ده بدور على الاورطه، لقيته لقيته، يبقى ده الابدومينال اورطه صح. اول برانش من الابدومينال اورطه طالع اللي هو ايه سيلياك اكسس، تاني برانش هو سوبيريور ميزنتريك ارتري. من هنا نبدا القصه بتاعت ستيشن 4، واضحه جدا، ادي السيلياك وادي السوبيريور ميزنتريك وادي الابدومينال اورطه. تمام، هنا ازق المنظار جوه العيان شويه، اول ما الاقي التو ميجر فيسلز، معلش نحفظ الكلام ده لان طريقه سهله وجميله جدا هتلاقيها بسيطه، نزق العيان 2 3 4 سم جوه بق العيان بوش، هتلاقي البنكرياتيك بودي، يبقى زي ما شفنا الهيد في الديودينام وكل الستيشنز، هنا بنشوف البودي، البودي بقى ما يتشافش الا في الحته دي، هلاقي سبلينيك ارتري والسبلينيك فين، ده يمين وده شمال، اناتومي اناتومي بتاعهم كده، وده البنكرياتيك بودي. تمام، هحط اركز على السبلينيك فين ده هو، وانا مكاني ما زقش بقى ولا اطلع ولا اروح، اعمل انتي كلوك وايز، هلاقي السبلينيك فين ده راح للكونفرنس. فاكرين الكونفرنس اللي شفناه في انهي ستيشن لو مركزين معايا؟ البلب. تمام، اشوفه بالبلب واشوفه من هنا، هلاقي السبلينيك فين عمل للكونفرنس، والاقي السوبيريور ميزنتريك فين ماشي كده دكتور محمود، والبورتال فين ماشي كده رايح ناحيه البورتا هيباتس والليفر. تمام، يبقى نحط عينينا على السبلينيك فين ده، نعيد تاني ستيشن 4، اجيب اللاند مارك بتاعي هو الابدومينال اورطه لحد ما الميجور فيسلز بتاعته تبان، ازق المنظار جوه العيان 2 3 4 سم يبان لي المنظر ده اللي هو الايه؟ اللي هو البنكرياتيك بودي، والاقي السبلينيك ارتري والاقي سبلينيك فين. ممكن امشي كلوك وايز وممكن امشي انتي كلوك وايز، انا همشي انتي كلوك وايز ازاي؟ بان انا عينيا مركز على السبلينيك فين، ما اتحركش ما زقش لا بوش ولا بول، جاست انتي كلوك وايز. تعالوا نكمل بقى، انا ابتديت اعمل انتي كلوك وايز اهو، مركزين على السبلينيك فين اهو، تمام اهو شايفين؟ سبلينيك فين كان هنا، ولما عملت انتي كلوك وايز جاب لي الايه؟ الكونفلونس اللي هو السوبيريور ميزنتريك فين رايح ناحيه هنا، والبورتال فين ناحيه هنا، وكان السبلينيك فين موجود هنا. الحته اللي عند الكونفلونس دي هي دي النك، يبقى اذا انا الهيد شفته في الديودنا تمام، والبودي شو لسه شايفه حالا مع السبلينيك ارتر والسبلينيك فين، الكونفلونس بتاع السبلينيك فين مع البيج فيسلز ده النك اوف ذا بانكرياس، وهنا الهيد وهنا واللي تحت هنا الهيد، فوق هيد وتحت هيد، وعند الكونفرنس نيك، وانا كنت عند البودي، ولما اعمل كلوك وايز هبقى عند التيل عند الكيدني والسبلين. تعالوا بقى نكمل هنا اهو، ادي الكونفرنس اهو، اللي رايح ناحيه الليفر ده يبقى ده البورتال فين صح، واللي رايح ناحيه البنكرياس ده السوبيريور ميزنتريك فين. انا اخترت ان انا اسحب المنظار عشان اوصل ناحيه الليفر، ادي البورتال فين اللي انا متابعه، وادي الليفر اهو، وادي البورتا هيباتس، ولقيت هنا ستراكشر، المفروض الستراكشر ده يبقى صغير اللي هو الكومن بايل داكت اللي شفناها لسه لما كنا بندور على الانسينيت بروسس، لكن هنا لقيتها واسعه وجواها ستنت، يعني العيان ده كان اوبستراكتيف جوندس وكان مركب ستنت، يبقى اذا ده البورتال فين هيباتيك ارتري وكومن بايل داكت، ده تيبيكال ابييرنس في البورتا هيباتس. والرابعه دي غالبا ليمف نود، لو هنحط دوبلر هنلاقي الهيباتيك ارتري خد، هنلاقي البورتال فين خد، الليمف نود دي مش هتاخد
والكومن بايل داكت اللي جواها ستنت دي طبعا مش هتاخد. يبقى انا كده عند البورتا هيباتس. معايا دكتور محمود؟ يبقى اذا ده البورتا اهو تمام، هلاقي فينوس ويف تمام، ولو طلع وهنا اهو هلاقي ارتيريال بتاع الهيباتيك ارتري، ولو حطيت هنا عند الكومن بايل داكت مش هلاقي ويف. هنا بقى ابتدي اعمل مانيبيوليشن علشان امشي مع الكومن بايل داكت ايه لحد ما توصل للديودينم تمام، وهنا اقدر اشوف الكومن بايل داكت الهول لينس لحد ما تخش في الديودينم. كل ده وانا فين؟ في الاستومك. حد مركزين معايا؟ انا شايف الصمت الرهيب ده علامه من علامه التركيز او علامه من علامه التوهان، يا حاجه من الاثنين. مركزين؟ طيب هي دي اصعب حاجه، الباقي كل ده سهل. اللي انا بقوله ده سهل جدا، التكنيك ماشي وهتعمله مره مرتين ثلاثه، الرابعه هتبقى ماسترنج. دي الصعبه بقى، انك تمشي زي ما الدكتور محمود بيقول، انك تمشي مع الكومن بايل داكت دي لحد ما توصل للديدنا، عباره عن بوش اند بول، كلوك وايز اند انتي كلوك وايز. لما تلاقيها تعمل حركه وتلاقيها اختفت منك يبقى مش هي دي الحركه المطلوبه، تقوم عامل عكسها وتعمل بالراحه، مش عامل كده على طول عشان ما يجيش الفيو صح وتتوه منك، فلازم تبقى بالراحه. هنحاول نعمل مانيبيوليشنز اهي، ادي البورتال فين وادي الهيباتيك ارتري. هنحاول بقى هنا تمام ايه في 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 في, في فيديو تاني. انا هنا رجعت بقى للاورطه علشان اعمل ايه كلوك وايز روتيشن اهو، علشان اشوف الايه الكيدني. انا دلوقتي كده كلوك وايز وفيها سيمبرينال كورتيكال سيست وده الليفت كيدني، والحته من البنكرياس اللي عند الليفت كيدني دي هي التيل اوف ذا بنكرياس. يبقى اذا احنا كده شفنا هيد بودي تيل، ومور كلوك وايز الاقي السبين تمام. يبقى اذا احنا البنكرياس شفناه في كل الستيشنز. في ستيشن 1 شفنا الانسينيت بروسس تحت البابيلا، عند البابيلا شفنا البابيلا وجزء من البنكرياتيك هيد، سحبنا عند الابر دي 2 شفنا جزء كبير من الهيد، عند البلب شفنا جزء كبير من الهيد، لما رحنا للاستومك عند الكونفرنس بتاع السبلينك شفنا النك، وفي الاول كنا شفنا البودي، ولما جينا نعمل كلوك وايز شفنا الايه التيل اوف ذا بانكريس تمام. الفيديو ده من ايه من الحاجات اللي هي المهمه جدا. تعالوا بقى نكمل. ده الستيشن اللي هو المعقد شويه اللي هو جاست بيلو ذا بابيلا. تعالوا نعقدها زياده ولكن بطريقه جميله تمام. دكتور سامي زكي مركز؟ غمضت انت من 10 ثواني عينيك قفلت، ده احنا لسه في بدايه اليوم تمام. دكتور معتز والدكتور عقل مركزين جدا بسم الله ما شاء الله تمام. جاست بيلو هنعمل التعقيد، احنا شفنا السيليك صح؟ وشفنا السوبيريو ميزنتريك، لا عايزين نثبت على السيليك ونشوف البرانشز اوف ذا سيليك شكلها عامل ايه. نقبل انه يشتغل، ده الاورطه ها؟ وده السيليك اهو صح؟ تمام. انا خايف بس ما اعرفش جوه البرزنتيشن بيشوشر كده فبضطر اطلع، مش مشكله. ادي الاورطه اهو تمام؟ وده الايه؟ سيليك، وده السوبيريو ميزنتريك، وده الليفت رينال مالناش دعوه بيه، ادي السيليك اهو. هنركز على السيليك ده. وادي الثلاثة برانشز بتوع السيليك، السيليك بيؤدي الى 3 برانشز، اللي رايح ناحية اليمين ده الليفت جاستريك، اللي مكمل على طول ده السبلينك ارتري. لما اعمل انتي كلوك وايز اجيب الهيباتيك، يبقى انا المفروض اجيب 3 برانشز، ليفت جاستريك، سبلينك، هيباتيك. الهيباتيك اهمهم لان البنكرياتيك ماسس دايما ليها علاقة بالهيباتيك ارتري، ولو اتاخد الهيباتيك ارتري ده بتقلب على طول للريسبتور. تمام. هيباتيك ارتري يعني ايه؟ يعني عنده مشكله بالذات لو من الاوريجين بتاع السيلياك اكسس تمام. ادي السبلي، ادي السيلياك اهو هيتقسم لثلاثه، اليمين ده الليفت جاستريك اللي ماشي على طول ده السبلينك ارتري، وابتدى السبلينك فين جه جنبه اهو، يبقى لو زقيت جوه العيان شويه هيبقى دي البنكرياتيك بودي تمام. يبقى اذا كله بيوصل على بعضه، بس احنا هنا بنتفرج على السيجل بتاع السيليا، ليفت جاستريك سبلينك. ولما خلي بالك من هنا بقى، انا كده عملت انتي كلوك وايز، فابتدى الهيباتيك نازل ناحيه البورتا هيباتس عشان نشوفه مع البورتا الفين والكومن بايل داكت. الجميل بقى ان ده اسمه ما اسموش الهيباتيك ارتري، ده اسمه الكومن هيباتيك ارتري اللي طالع من السيلياك، ما اسموش هيباتيك، ده كومن هيباتيك. والكومن هيباتيك ده بيتفرع لفرعين كبار
الهيباتيك ارتري بروبر ده اللي بنشوفه راح للبورتا هيباتس, والجاسترو ديودينال ده اللي بيروح ناحيه البنكرياس. يعني هنا الهيباتيك ارتري هنلاقي فيه برانش راح شمال ناحيه البنكرياس اسمه جاسترو ديودينال, وبرانش تاني راح ناحيه الليفر ده اسمه الهيباتيك ارتري بروبر. يبقى ده الكومن هيباتيك ارتري. هنحاول نركز كده, شايفين اهو برانش راح اهو ناحيه الليفر, وفي برانش تاني هتلاقيه راح ناحيه البنكرياس اهو. يبقى ده الكومن هيباتيك, وده الهيباتيك ارتري بروبر, وده الجاسترو ديودينال ارتري, شايفينه. يبقى اذا كنا زمان برضو ما بنشوفش, وده الفينس كونفلونس بقى اللي احنا قلنا عليه. كان زمان كان فعلا بنجد صعوبه في الهيباتيك ارتري, سهل قوي انك تشوف السيلياك, سهل قوي انك تشوف السفيريو ميزنتريك ارتري وفين وبورتال وتشوف علاقتهم, انما الهيباتيك ارتري كان صعب شويه ان احنا نشوف علاقته بالبنكرياتيك ماسز, بالذات البنكرياتيك بودي ماسز والهيد. ممكن الهيد ماس تاخد الهيباتيك ارتري, ممكن البودي ياخد الهيباتيك ارتري. من 5-7 سنين ابتدينا نركز. في الاول فعلا انا ما كنتش مركز في الهيباتيك ارتري ده, وكان حتى كل ما يجي اقول لهم الهيباتيك ارتري بيجي منين بيجي منين, دي احسن طريقه انك تجيبه تبع الاورطه, يطلع منه السيلياك اكسس, شوف الليفت جاستريك رايح لمين والسبلينك مكمل على طول, اعمل انتي كلوك وايز روتيشن, هتلاقيك لقيت الكومن هيباتيك. وفاي مانيبيوليشن هنا هتقدر تعرف التو برانشز, واحد رايح ناحيه الشمال على البنكرياس يبقى ده جاسترو ديودينال, وواحد راجع ناحيه البورتا هيباتس في الليبر يبقى ده الهيباتيك ارتري, يبقى مع البورتال فين والكومن بايل دكت في البورتا هيباتس. تمام, يبقى ده اسمه السيجل بتاع الهيباتيك ارتري, السيجل اسف بتاع الايه بتاع السيلياك اكسس, وده السيجل بتاع الفينس كونفرنس. ادي السبلينك فين وده البورتال فين والايه والسوبيريور ميزنتريك فين, يبقى ده بورتال والسوبيريور ميزنتريك. تمام, يبقى ده الفينس سيجل. يعني ممكن قوي نشوف الارتيريال سيجل والفينس سيجل, ودول مهمين جدا في الستيجنج اوف بانكرياتيك ماسس. تمام, طيب ده هنا بقى عند البورتا هيباتس هنعيدها, انتوا الكلام ده عارفينه. احنا كده عند البورتا هيباتس, تعالوا نشوف بقى انتوا عملتوا ايه. لو ده الليفر يبقى ده البورتال فين اللي واخد كلر, وتحتيه دي الكومن بايل داكت. تمام, يبقى انا كده في البورتا هيباتس, ادي الليفر وادي البورتال فين وادي الكومن بايل داكت, وانا تراينج بوش اند بول كلوك وايز اند انتي كلوك وايز عشان امشي مع الكومن بايل داكت لحد ما توصل للديودينم. والله ده سؤال مهم وصعب. اللي عند الليفر اللي داخله جوه الليفر دي, ما هي المشكله في ايه, ان في اناتوميكال فاريشنز هنا. هي الكومن هيباتيك يعني هي ماشيه كومن بايل كومن بايل لحد ما تقابلها السيستيك داكت, ساعتها تبقى الكومن هيباتيك. الكومن هيباتيك دي ساعات الكومن هيباتيك ساعات تبقى جوه الليفر اناتوميكال, وفاريشن ساعات تبقى بره الليفر, لكن هي عند البورتا هيباتس سواء عند الفيرج اوف ذا ليفر بالظبط الميتنج ده اللي هو يسموه الواي جانكشن. ساعات الواي جانكشن ده يبقى جوه الليفر, ساعات يبقى في بعض الاحيان بيبقى صعب. عشان كده انا اعترف ان الام ار سي بي افضل كتير قوي في الكلات سكين عن الاي او اس. يعني لو كلات سكين وعايز تعرف الكلاسيفيكيشن ده هي 1R بيسماس كلاسيفيكيشن, دي الام ار سي بي احسن, لانك كثير من الاحيان ما بتقدرش تلقط قوي الجنكشن اوف ذا سيستيك داكت مع الكومن بايل عشان يعملوا الكومن هيباتيك عشان تعرف حدود الكومن بايل داكت. لكن انت ممكن تقول هاي اب اوبستراكشن هايلر اوبستراكشن ابر سي بي دي والكومن هيباتيك, لكن في كثير من الاحيان بيبقى صعب انك تشوف دخله السيستيك داكت عشان تعرف اكزاكتلي او بروكسيمال كومن بايل داكت والكومن هيباتيك داكت. تمام, كان بقى دي تو فيديوز لطاف كده. ادي الليفر اهو, يبقى ايه, وده البورتا هيباتس, يبقى دي ده ايه ارتري هيباتيك ارتري, برافو عليكم, هيباتيك ارتري بروبر مش كده, وده ايه بورتال فين, والواسعه اللي تحت اللي مش واخده كلر دي تبقى الكومن بايل داكت, هايل. وده الهيد اوف ذا بانكرياس اهو, ودي اهي نشن بقى على الكومن بايل داكت الواسعه دي. ده عيان برضه كان ما كانش متشخص ان هو سي بي دي ستون, وبعدين بعد كده بنعمل ساعات الستون لما تكون كبيره فعلا ابتدى يشوشر. معلش, طيب يبقى احنا نعمل حاجه ثانيه, ندوس اسكيب فين اسكيب يعني, وبعدين نعمل مينيمايزيشن
ونشوف بقى ايه في الميدستون هنا ميدستاينال انسينيت بروسس بورتا هيباتس هي دي اهي ميدسي ميدستون هو نفس الفيديو ادي الكومن ادي الهيباتيك ارتري بروبر وادي الايه البورتال فين مع السوبيريور ميزنتريك فين وحتى الاسبلينيك فين جاي لهم من هنا وبعدين بعد كده لما اسحب عند البورتا هيباتس هيقابل اللي هو الكومن بايل داكت دلوقتي الكومن بايل داكت اختفت انا بعمل مانوبيليشن يمين وشمال لحد ما جبتها تاني وبعد كده هبتدي الاقي في ستون كبيره هنا ابتدت تظهر شايفينها ستون ابتدت كبيره هنا اهي وليها بوستيريو شادو دي بقى نقول عليها بروكسيمال سي بي دي تمام طيب نشوف بقى في حاجه اظرف عيان غريب جدا في الام ار سي بي قال ذير از ا سوفت تيشو شادو انسايد ذا ديستال بارت وكان سجستنج كولانجيو كارسينوما لكن طبعا بتفرق المعامل فين المركز الاشعه فين لكن كان جايب ام ار سي بي ان هي ديستال كولانجيو كارسينوما فين بقى هنا ديستال ميد سي بي دي ميدياستاينال انسينيت اي جي سي بي دي بورتا هيباتس اي اس بابيلاري في انا مش شايفه ايوه ناحيه الليفر بيبقى بروكسيمال بعيد ناحيه الشمال خالص عند البابيلاري اريا يبقى ده ديستال متهيألي هي حتبان من البرزنتيشن حتبان ده العيان اللي كان جايب ديستال سي بي دي شايفين ادي الكومن بايل داكت اهي شايفينها هي دي الديستال يا دكتور سامي شايفها ناحيه الشمال خالص لو كانت عند البورتا هيباتس هنا كنا هنقول عليها بروكسيمال شايفين فيري لارج ستون اتشافت على ان هي سوفت تيشو ماس عشان كده الفلسي بتاع الام ار سي بي ان بيشوفها كويس قوي لو الستون فلوتنج لان هو بيشوف فوكال ديفكت ما بيشوفش كالسيوم ما بيشوفش الستون نفسها زي الاي ار سي بي الام ار سي بي زي الاي ار سي بي فلما تكون فلوتنج يشوفها كويس لما تكون امباكتد ديستالي دكتور اسامي تمام بايه بيشوفها على ان هي ماس فدي تبع الديستال كونفكس نعم ايوه دي تحت الماجنتيك ده ما انت عندك حق بس ممكن تكون اكسسوري ضغط ملاحظه ذكيه جدا المفروض الماجنتيك ضغط تبقى هنا لكن هي هنا ممكن تكون اكسسوري ضغط او فنترال برانش بتاع الماجنتيك ضغط لكن هنا واضحه ستون في الديستال شايف الدكتور سامي ادي الديودينام اهو متشاف الحته دي هي الديودينام وده الديودينال وول ودي الكومن بايل ضغط كل ده متشاف من الايه من الاستومك انا متهيألي انا عديت الوقت انا خلاص قربت اخلص ادي مثل بقى من امثله بانكرياتيك بودي ماس وادي السيلياك اكسس اهو متاكل بالماس يبقى اذا ده ان اوبرابول طالما وصل للسيلياك اكسس ودي لينف نود عند السيلياك اكسس دي سيلياك لينف نود نيجي بقى للميديستاينم المحاضره اللي جايه الدكتور محمد الرفاعي هيقول لنا الميديستاينم انا هقوله بسرعه ممكن اجنور واسيبه لك ولكن انا افضل فس حتى فقط لو شفنا فيديو سريع كده للايه للميدياستاينم براكتيكال يعني انا هنا المحاضره دي يهمني اعمل اكزامينيشن ازاي فلو شفنا فيديو سريع للميدياستاينم واحد عجزنا دكتور سامي الواحد ما بقاش عارف يشوف الخط الصغير ده ميدياستاينم اهي انا بحب اعمل الطريقه دي في ميدياستاينم ستيشن الميدياستاينم لينف نود ستيشن 19 انا بحب اعمل اكزامينيشن كان زمان بعمل اكزامينيشن بطريقه اخرى دلوقتي لقيت طريقه جميله جدا ان انا اقدر اعمل في اقل من 20 30 ثانيه اكون عامل اكزامينيشن بيرفكت للميدياستاين مش بيرفكت يعني قصدي بطريقه جميله جدا ببتدي عند الليفر تمام وابتدي عند الانفيريور فينا كيفا مش معروف جدا اعمل كلوك وايز وانتي كلوك وايز تحت الكارديا على طول لحد ما تجيب الانفيريور فينا كيفا بالميجور برانشز بتاعته ده الانفيريور فينا كيفا وده الليفر وده اللانج اهو ابتدي من الحته دي عند الحته دي هبتدي اسحب المنظار لقيت في لينف نود كبيره هنا شايفين اهو وابتدى ده الانفيريور فينا كيفا صح يبقى الانفيريور فينا كيفا داخل فين في الرايت اتريم يبقى ده الرايت اتريم وفوقيه الليفت اتريم تمام يبقى ده الانفيريور فينا كيفا داخل جوه الرايت اتريم وده الليفت اتريم عند الانفيريور فينا كيفا
اللي هي عن ناحية دخوله في الرايت اتريم دي اريا 9 تمام اريا 9 تمام وفي اريا 9 في لينفنود زي ما شفنا تعالوا نجيبه من الاول اهي ادي الاي في سي اهو ابتدت بقت في لينفنود شايفينها اللي ظهرت واختفت دي اهي اهي تمام اهي ادي لينفنود عند الانفيريور فيناكيفا عند اريا 9 ده ادي الانفيريور فيناكيفا دخل في الرايت اتريم اللي هو التحتاني ده شايفينه الانفيريور فيناكيفا دخل في الرايت اتريم وده الليفت اتريم وده البالمونري ارتري وده الاورطة تمام سم مانيبيوليشنز كلوك وايز بقى مانيبيوليشن هبتدي اشوف الليفت فنتريكل هبتدي اشوف الليفت ده الاورتك روت وده الاورتك فالف لسه الليفت اتريم ما بانش الليفت فنتريكل اسف ده الليفت اتريم وده الرايت اتريم زي ما قلنا يبقى اريا 9 احنا شفناها بين الليفت اتريم والبالمونري ارتري ده اريا 7 اللي هي السبكراينال يبقى شفنا 9 و7 9 عند الاي بي سي والرايت اتريم و7 ما بين الليفت اتريم والبالمونري ارتري وده المفروض الروت اوف ذا اورتا كل ده وانا بسحب وكلوك وايز وانتي كلوك وايز عند السبكراينا لو عملت 180 درجة اشوف الازايجوس بين اللي بيحبه الدكتور محمود قوي يبقى عند السبكراينا الاريا من 28 ل 30 سنتي لما اشوف السبكراينا اعمل انتي كلوك وايز او كلوك وايز 180 درجة يعني ابص على الناحية التانية الاقي الازايجوس بين ارجع تاني وابتدي اسحب المنظار ده البالمونري ارتري اللي كان موجود ويقابلني الاورطه يبقى دي الاورطو بالمونري ويندو يبقى ده اريا 5 يبقى كنا 9 7 5 صح نعيد تاني 9 عند الانفيريو فيناكيفا ورايت اتريم 7 في السبكراينال ما بين الليفت اتريم والبالمونري ارتري اسحب كمان يبقى البالمونري ارتري بعد ما كان هنا هيتنقل هنا والاورطه يبان مكانه يبقى الاورطو بالمونري ويندو يبقى ده اريا 5 تمام ادي الاورطه اهو وبعدين عند الاورتك ارش يبقى اريا 6 فوقيه وتحتيه تمام يبقى اريا 6 ما بين فوق الاورطه وتحت الاورطه لو انا هنا عند الاورتك اريا وعملت كلوك وايز هتبان التراكيه واريا 4 تمام وهنا اول برانش من الاورطه اللي هو الليفت سبكليبيان اللي هو هنا عند الليفت سبكليبيان تحت ده اريا 3 يبقى انا دلوقتي قدرت اشوف معظم الارياز وده لينف نود شكلها مالجننت زي ما لقينا واحده عند اريا 9 لقينا واحده هنا عند اريا 3 اللي هو اللي ايه عند الليفت سبكليبيان ارتري وتحت الليفت سبكليبيان هلاقي الفينس كونفلونس بتاع الليفت سبكليبيان فين والانومينيت والانترنال جاجل تمام يبقى اذا في الميدياستاينا سهل قوي ببتدي عند الانفيريو فيناكيفا اريا 9 ابتدي اسحب لحد ما اشوف الريفت اتريوم والبالمونري ارتري يبقى اريا 7 تمام اسحب كمان هلاقي من اورتو بالمونري ويند اريا 5 وانا عند اريا 5 اعمل كلوك وايز الاقي التراكيه يبقى اريا 4 اسحب كمان الاقي الاورتك ارش فوقيه وتحتيه يبقى اريا 6 اسحب كمان لحد ما يطلع سليفت سبكليبيان ارتري ويبتدي يبان البيج برانشز اوف ذا اورتا يبقى دي اريا 3 ال تمام التعقيدات بقى الثانيه من المحاضره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تهيألي انا عديت معلش بس هي الايه المحاضره البراكتيكال دي ايه بتبقى مهمه لناس كتير قوي في دقيقتين ثلاثه لو حد يحب يسال اي حاجه ولا اتفضل يا دكتور حسين بيقولوا كيس نوت كومبريس فعشان نحصل كيس نوت كومبريس صح ويستخدم بالون افضل صح والافضل من البالون انك تحط ووتر تحط ووتر وهنا الحته الوحيده اللي بحط فيها ووتر هي الديدنا لان ما بخافش من الاسبيريشن انما بخاف جدا احط ووتر في الاستومك العين بيشرق على طول الا اذا كان انتيوبيتد جزاكم الله خير تمام لكن البالونه از ا بيج فيلير بعد البراكتس انا ما اعرفش اللي بيشتغلوا في ناس كتير من اللي قاعدين بيشتغلوا بالون اولا غاليه جدا بالونه دلوقتي وصلت ل 450 جنيه حته المطاطه بنحط مكانها كيس جوانتي صباع جوانتي ونعمله لكن المشكله بيخش فيها اير فبيضايق لك الفيلد جدا فكل الناس دلوقتي تحس ان كل العالم شغال من غير بالونه
بالونه ليها ميزه واحده بس ان لك لما ساعات في بعض العيانين المنظار بينط من السكند للفيرست ويطلع بره الاستومك هنا تقوم نافخها عشان ترستق المنظار في الحته دي هي دي الفايده الوحيده ليه اه في الديد انا بس تمام بس في اوروبا ما حدش بيعمل بقى كده خالص كله شغال من غير بالونه دلوقتي ما فيش بلالين خالص حتى في اوروبا لان فعلا لو دخل فيها نقطتين ثلاثه هواء بتلخبط لك الدنيا كلها ثانك يو سو ماتش بروفيسور حسين فور ذيس اليجنت كونسايزد ليكتشر كوايت انفورماتيف ماي دكتور عمرو ابو بغد بنرحب بيه وهنرحب بقى عمرو عاوز تسال سؤال We are short of time somewhere. Yes. 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 خالد الدكتور خالد كان قايل محاضرة الايشو ده نخليه مع الدكتور محمد رفاعي يحل لنا الكونفليكت ده هيشتغل الايشو ده انا وانت لان انا برضه مضطر اتكلم اللي بتقوله هيبقى خالد راجب معانا لان خالد راجب قال محاضره من ديستاين هايله في ون اوف ذا كورسز كنت انا معجب بيها جدا كنت خالد